الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب، هاي أرباحنا من قناة التليجرام. صديق انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات المدروسة بدقة لتتلافى الخسارة في هالسوق الهابط. للتنويه شباب، أنا ما بحط أي رقم واتساب ولا بتواصل مع حدا، فقط اللي يتواصل معي بيتواصل معي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. شباب، أهم الأخبار عن عملة لونا كلاسيك باختصار. بعد طرح الإعلان بإعادة اليو اس تي إلى الواحد دولار، وتم التركيز على اليو اس تي بالضخ أكثر من عملة لونا كلاسيك. ارتفعت عملة اللونا كلاسيك ارتفاع طفيف إلى مناطق 0.3031، وحاليا عم تختبر مناطق الدعم 29. للتنويه شباب، الاقتراح ما تم تأكيده بعد. شباب، الخبر الصاعقة إعلان شركة تيرا لابس بأن شركة نوبل تايم الشركة الداعمة لها للبنية التحتية والدعم المالي للمساعدة بالنهوض بعملة لونا كلاسيك. شباب، هالخبر هذا ممكن حاليا ما يعطي صدى بسبب وضع البيتكوين وسوق الكريبتو، لكن إذا كانت هالشركة صادقة تعطي دفعة لعملة لونا كلاسيك ممكن تعطي دعم مالي عن طريق حرق لونا كلاسيك أو بنفذوا الاقتراح بإعادة اليو اس تي إلى الواحد دولار بمساعدة هاي الشركة المساعدة لتيرا لابس، وممكن يكون هذا الحل الأقرب أفضل من شراء عملة لونا كلاسيك وحرقه بسبب الكمية. شباب، هذا هو الخبر. حتى بأنه عملة لونا كلاسيك إيجابية على فريم اليوم. صديقي، إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. لا تنسى تفعل زر الجرس وتدعمني بالاشتراك لحتى يوصلك كل جديد. انضم لألي صديقي على الرابط اللي بأسفل الفيديو.